السلام عليكم. النهارده هنعمل موديل للشنطة للعيد، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. هستخدم خيط مكرمية مصري وهستخدم ابرة رقم 5. دلوقتي هنبتدي مع بعضينه، هنعمل 25 سلسلة. بنتني كده بايدينا الحرف كده، نبتدي نعد 25 سلسلة، 1 2 لحد ما نوصل عند رقم 25 سلسلة. كده 25 سلسلة بالشكل دوت. هنطلع 2 ارتفاع، 1 2، ونلف على الإبرة وننزل في الورزة ديت اللي هي رقم كانت رقم 25، وندخل ونسحب ونعمل ورزة عمود بلف بالطريقة دي، وفي نفس الورزة تاني بلف على الإبرة وبنزل في نفس الورزة تاني وأعمل عمود بلف. أنا هعمل القاعدة بتاعتي بيضاوي، وفي كل ورزة هنا يبقى كده الارتفاع بتاعنا الأولاني ده نعتبره أول عمود، ده تاني عمود، تالت عمود. بعد كده في كل غرزة من غرز السلاسل ديت هحط فيها واحدة عمود بلف. بالشكل ده اشتغلت لحد اخر غرزة هنا كله عمود بلفة. اخر غرزة هعمل فيها 5 عمود بلفة، بدخل فيها كده وعمل 5 عمود بلفة. ادي اول 1 2 3 4 5 كده 5 عمود بلفة. نمسك الفتلة بتاعتنا نشدها كويس عشان نقفل الدايرة بتاعتنا، وفي كل غرزة ان هي كان فيها عمود بلفة من الناحية التانية ما يقابلها عمود بلفة بالشكل ده. نحاول نتخلص بقى من خيط البداية بتاعنا، نحرقه ونلسعه من ورا كده خلاص. يبقى كل غرزة ما يقابلها من الناحية دي هنا كانت عمود بلفة، ما يقابلها الناحية التانية غرزة عمود بلفة. وصلنا عند الدوران اللي هو اليمادي، كنا عاملين فيه 3 عمود بلفة، هنعمل فيه 2 بقى عشان يبقوا 5 في نفس الغرزة. هندخل ادي كده اول واحدة، وادي تاني واحدة في نفس الغرزة، يبقوا كده 5 عمود بلف. نعد السلسلة الأولى التانية وندخل في رقم 2 كده ونقفلها بغرزة منزلقة. هيبقى بالشكل كده، يبقى الشكل ده كده عندنا أول إيه، أول سطر. هعمل ممكن نشتغل على طول بنفس الشكل كده، أو نعمل سطر كمان، أو نعمل 3 و4، ده حسب اختياركم في المسافة في المساحة اللي عايزينها الشنطة من جوه. هنطلع 2 سلسلة، 1 2، وهنحط هنا في كل غرزة 2 عمود بلف. أدي كده بصوا، دي انا اعتبرها اول واحدة، يبقى دي تاني واحدة. دي الغرزة رقم 2 هنحط فيها 2 عمود بلفة، دي الغرزة رقم 3 هنحط فيها 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2، ولما نلف الشغل هنبقى نكمل هنا بقية الايه دي. بعد كده كل عمود بلفة فوقيه عمود بلفة، يبقى اول 3 من بعد الارتفاع اول 3 غرز بنحط في كل واحده 2 عمود بلفه، بجمعهم كلهم هيبقوا 6. فوق كل غرزه عمود بلفه بعمل عمود بلفه لحد ما اوصل عند الدوران اللي هناك عشان نكرر نفس الشغل اللي موجود اليمادي اليمه اللي هناك. وصلنا عند الدايره اللي هي الجزء اللي هنا الناحيه التانية، عملت في اول غرزه في الخمسه من دول 5 عمود بلفه، في اول واحده هعمل 2 عمود بلفه. ادي اول عمود، وفي نفس الغرزه هدخل هعمل تاني عمود بلف، تاني غرزة هعمل فيها 2 عمود بلف. ادي اول عمود، ادي تاني عمود بلف، تالت واحدة نفس الكلام 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 في نفس الغرزة، رابع واحدة 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2، خامس واحدة 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2،
مجموع العواميد بلف اللي هما في كل ورزة محطوط 2 هيبقى 10. كده انا خلصت. هرجع بقى كل عمود بلفة احطه في ايه برضك عمود بلفة لحد ما اوصل عند الدوران اللي موجود في نهاية الشغل. كده وصلت لحد اخر غرزتين عندي في الدوران بتاعي، هعمل فيهم 2 عمود بلفة بكل غرزة. ادي كده اول غرزة فيها هعمل 2 عمود بلفة، ودي تاني غرزة 2 عمود بلفة. وبكده هكون خلصت السطر بتاعي، بس هنا مش هقفل، استنى بس الاول يبقى حلو. كده الشكل بتاع القعدة بتاعتي، طول القعدة بتاعتي ديت 24 25. انا بالنسبة لي دي مناسب، اللي عايز يكبر بيعمل سطر تاني بنفس الطريقة، بس بيعمل تزايد في الاتنين دول، بيعمل 2 واحدة 2 واحدة 5 مرات التكرار في الناحيتين، وبتطلع معاه مظبوطة. كده انا خلاص خلصت، بمسك الشغل بتاعي هشد الورزة بتاعتي كده وروح جاي سحبة 1 2 في رقم 2 كده، ادخل في الغرزة كلها اسحب الخيط بتاعي ناحية بره، ناحية الشغل من بره كده، وروح جاي قلب على الظهر واخد الضلع الامامي مطلع الابرة وسحبة منه خيط مدخلها ناحية جوه. كده انا قفلت، بصوا مش هيبقى خالص يعني مكان القفلة مش باينة خالص في الشغل، وبقت نضيفة. بس احاول اثبتها في اي مكان كده من ورا عشان ما تطلعش معايا وانا شغاله كده. بس دي بتبقى جوه الشنطه ومبطنه فما بتبانش. كده انا خلاص خلصت، بمسك الفتله بتاعتي هبتدي ان انا هشتغل على الضلع الخلفي. بالنسبه للقاعده بس فقط هي اللي هشتغل فيها على الضلع الخلفي. بدخل في اي مكان كده، اي حته اهيت من هنا مثلا، واسحب الابره اهي واعمل غرزه سلسله. بعد غرزه سلسله ادخل فيها واعمل غرزه حشو بالطريقه دي، وابتدي اشتغل في كل واحده على الضلع الخلفي غرزه حشو كده الطريقه دي. وش القعده ما هو اللي بيبقى وش الشغل بيبقى ديت تحت كده، ودي الظهر، والابره بحطها بالطريقه دي. هبتدي الف السطر كله غرزه حشو، بدخل في الضلع الخلفي واخد غرزه واسحبها كده اهي معايا 2 اسحبه مرة واحدة. دي غرزة الحشو هشتغلها ونشوف هنعمل ايه. لما بوصل عند الدوران ما بعملش اي تزايد، بشتغل زي ما انا ماشية كده كله في الضلع الخلفي، ما بعملش فيه اي تزايد خالص عشان عايز اطلع بجسم الشنطة. لو عملت فيه تزايد هيكبر لي المساحة وهتطلع الشنطة مش مظبوطة معايا كده. لو اشتغلت على الضلع الخلفي شايفين الخط اللي ظهر ده، هو ده اللي انا عايزاه، هكمل شغل. كده انا خلاص خلصت القعده بتاعتي بالشكل ده، هاجي في اخر سطر مش هقفل علشان ما يطلع ليش خط في الشغل، هشتغل على طول على طول كله دايركت. هدخل هنا تحت وهبتدي ان انا هسحب غرزه وهعمل غرزه حشو بالطريقه دي. في اللي بعديها هتبقى غرزه الحشو من فوق، انا هستخدم غرزه الحشو العميق والشغل. اللي بعديها هيبقى واحده تتحط في مكانها فوق والتانيه هتحط من تحت بالشكل ده. دي كده تحت، يبقى اللي بعديها فوق، اللي بعديها تكون تحت عند الغرزة كده اهي، بعد كده ديت في مكانها فوق اهيت، التانية انزل لتحت كده واسحب واشتغل. بصوا هتبقى دي شكلها، مش عارفة دي شكل البداية بتاعتها. هكمل السطر ونشوف. كده انا خلصت السطر الاولاني، طبعا احنا متفقين ان احنا ما بنقفلش السطر. هنا هنعكس اللي كان فوقيها منزلقه، اللي كانت فوقيها الغرزه بناخدها من تحت زي دي كده تبقى العكس. يعني ايه هقول لكم الكلام دوت. دي المفروض ان الدور عليها تبقى هنا اهي. هناخد اللي بعديها هكون بصوا هناخدها من تحت كده اللي هي الحشو العميق بالشكل ده، دي هناخدها عاديه من فوق، هي نفس الغرزه، بس اهم حاجه ان احنا بناخد اللي كانت غرزه حشو عاديه نخليها حشو عميق ننزل تحتيها كده، واللي كانت حشو عميق نخليها غرزه عاديه ايه، وبعدين نرجع ديت ايه كانت حشو عادي نخليها حشو عميق، ودي كانت حشو عميق نخليها حشو عادي. بس بنشتغل لحد ما نعمل ارتفاع الشنطه بتاعنا ده الشكل اللي هيظهر لنا. بنشتغل لحد ما نعمل ارتفاع الشنطة، وبعد ما نعمل ارتفاع الشنطة هنشوف هنعمل فيها ايه تاني.
كده خلاص انا اشتغلت الشنطه وورثه الحشو العميق زي ما عرفتكم ازاي، وطلعت مسافه 19 سنتي لانها عملت لها 20 21. هبتدي دلوقتي هكمل بقيه الشغل معاكم عشان هبتدي نحط الحلقات بتاعتنا، ونشوف ازاي هنحط الحلقات وهنعمل فيها شغل تاني. دي الحلقات بتاعتي، باجي من اي جنب من الجنبين لان انا كنت شغاله دايركت، يعني مفيش بدايه للشغل كل ورا بعضيه. فباجي دلوقتي انا عايزه اقفل السطر ده لان هعمل سطر تاني، بس عايز ازاي يطلع معايا مظبوط. باخد الغرزه اللي هي بتبقى موجوده في الجنب، نوصل لاي جنب، وبدخل بالابره بتاعتي من تحت الاثنين كده، وابتدي اسحب الغرزه ناحيه جوه. دي طريقه بقفل بيها الخط السطر بتاعي ادام هستخدم الخيط تاني بالطريقه دي كده. بعد ما سحبتها باخد الغرزه بتاعتي اطلعها لفوق كده، وارجع بقى انا هشتغل على الضلع الخلفي. اروح حاطه الابره بتاعتي وابتدي ان انا اكني بشتغل من اول وجديد خالص، اكني مفيش اي شغل. هعمل سلسله وبعدين اعمل ارتفاع سلسله تانيه، وهبتدي اشتغل في كل واحده من دول حشو اهي على الضلع الخلفي. بشتغل حشو عادي خالص اهي على الضلع الخلفي. انا محتاجه الخط ده يطلع معايا مخ، يعني انا عملت الحركه دي عشان محتاجه الخط ده يطلع معايا مظبوط، مفهوش طالع ونازل. هعرفكم ازاي يبقى بالشكل ده كده. اول حاجه نضم الاثنين مع بعض كده عشان نجيب النص ده، نص الشنطه بتاعتي. فابتدي اركب فيها الحلقه، بمسك الحلقه بتاعتي كده بحطها وبتنيها. انا اتفقنا ان احنا بنشتغل على الضلع الخلفي، فهدخل في الضلع الخلفي واسحب واعمل غرزه حشو، وهرجع تاني في الغرزه اللي بعديها. انا بشوف الحلقه بتاعتي بتاخد كام غرزه، ساعات 2 3 4 حسب حجم الحلقه، بيختلف من حد لحد. انا شايفه ان ممكن تاخد 3، ادي كده رقم 3. بصوا كده ركبت الحلقه الخلفيه، الحلقه بتاعتي بقت بالشكل ده كده، والخط موجود كده. خلاص الحلقه اتركبت، هبتدي ان انا اشتغل كله على الضلع الخلفي. نحاول ان احنا نعد عدد الغرز بتاعتنا ونشيل منهم 3 يمين و3 شمال عشان نعرف هنسيب كام غرزه في الجزئيه دي والجزئيه دي، عشان يبقى الحلقه التانية محطوطه مظبوطه بالظبط قدام دي. هشتغل كله حشو بالطريقه ديت اهي. ظهر لي الخط، اهم حاجه ان لازم يظهر لي الخط ده لان انا محتاجاه جامد قوي. هشتغل السطر كله لحد ما اوصل لعند البدايه اللي احنا عملناها، وهركب الحلقه التانية ونشوف هنشتغل ازاي. كده انا خلاص خلصت وركبت الحلقتين بتوعي. ممكن اوقف الشغل على كده او اكمل زي ما انا عايزه اكمل دلوقتي. هوريكم الطريقه التانية اللي هكمل بيها. هقفل هنا بغرزه منزلقه لنهايه السطر بتاعي بالشكل دوت، واطلع السلسله وهنزل تاني عند الخط اللي كنت عاملاه، وهعمل تاني غرزه حشو. انا بحب الشكل ده، احنا ممكن ما نعملوش عادي، ممكن نشتغل عادي يعني على نكمل بقيه شغلنا من غير ما نعمل الجزئيه دي. في كل واحدة في ديت هنزل لحد الخط وهطلع بالغرزة بتاعتي وهعمل غرزة حشو. بصوا هيتبني عندي كده، هديني شكل. نرجع تاني في كل غرزة، طبعا ما نيجي نشتغل عند الحلقة ننزل الحلقة تحت عشان ندخل فيها ونطلع بيها ونشتغل كده غرزة حشو. هلف الشنطة كلها بالطريقة ديت ونكمل بعد كده الشغل ونشوف هنعمل ايه. هي بصوا الشكل اللي هيدونا، هتدينا خطوط كده بالطول، بيبقى شكلها حلو في الشنطة. هخلص لف الشنطة كلها حشو بالطريقة دي، ان انا بنزل على الغرزة اللي تحت على طول واشتغل، ونرجع ونشوف هنعمل ايه. كده انا خلاص خلصت اهوت. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، ده اختياري بقى. بردك الحركة اللي انا عاملها المرة دي دلوقتي بردك اختياري ليكوا، عايزين تعملوها اعملوها، سيبوها كده بردك مفيش مشكلة. باجي انا كده خلاص خلصت اللفه بتاعتي، باجي بعمل في كل غرزه من غرز السلسله ديت غرزه منزلقه. بحس ان هي بتدخل المسافه ديت، فلما باجي يعني اركب فيها الابره السوسته قصدي، بتكون سهله وبتكون يعني بتشد السوسته بتخليها حلوه. ده اختياري ليكوا برضك، يعني ده بمزاجكم انتوا مفيش اي مشكله خالص. بس لما نيجي نعمل غرزه منزلقه ما نحاولش نشد ايدينا عشان ما يشدش الشنطه من فوق. بصوا بندخل في الغرزه وبنسحب، نسحب من الغرزه ذات نفسها. بصوا هوريكم اللي انا كان قصدي عليه، شايفين دي بقى سمكه عامل ازاي، تحس ان هي بقت مليانه كده، لكن ديت بصوا تحس انها خفيفه. في السوسته بتخليها تتني كده وتبقاش حلوه، لكن دي بتبقى واقفه فبتخلي السوسته ماسكه نفسها وحلوه. هكمل الشنطه كلها غرزه منزلقه لحد ما اوصل النهايه، نحاول ما نشدش ايدينا عشان ما نشدش الشغل معانا ولا الشنطه. هكمل ونشوف، وابتدي الشكل. بصوا مديها شكل من هنا، هنكمل
كده خلاص خلصتها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. احنا كده ممكن نوقف الشنطه او نعمل بقى بقيه الشغل انا هعمله فيها. كده ممكن نعمل شنطه تبقى جميله. ديت اخر غرزه عندي اهي، بسحب كده ماشي واروح جايه. بصوا بسم الله، اللي هي الجزئيه دي اللي هي كانت اخر غرزه قبل اللي هي اول غرزه ابتديت بيها، بدخل بالابره من جوه كده بسحب غرزه المنزلقه بتاعتي ناحيه جوه. هي دي قفلتها مختلفه شويه عن قفله اخر السطر علشان بس الشكل بتاعها، بصوا تبقى ماشيه بالشكل بتاعها. بسحب كده اهي كده، لقيت خيط من جوه كده، وهعديه في الغرزه بتاعتي ماشي انتهى كده، ونزلها ناحيه تحت بس والسع الخيط من جوه في الشنطه وخلاص. بصوا كده هي قفلني، اتقفلت بالشكل ده كده. كده انا خلصت الشنطه بتاعتي، هبتدي دلوقتي ان انا هحط عليها شغل تاني. اللي عايز يعمل شنطه كده زي ما احنا متفقين حلو قوي، هجيب ابره رفيعه وخيط رفيع بس لازم يكون نفس اللون، وهبتدي دلوقتي اشتغل مع بعضينا. الخط اللي انا كنت عاملاه دوت انا عاملاه لغرض ممكن يتساب كده عادي في الشنطه كشكل، او ان احنا نضيف عليه اللي انا هضيفه دلوقتي. هبتدي اجيب خيط رفيع، خيط مكرميه بردك رفيع، وهجيب ابرة كروشيه وابتدي اشتغل في الابرة. ايه في الشغل بتاعي هشتغل على الخط اللي انا عاملاه ده، شايفين الخط اللي انا عاملاه دوت، انا عملت الخط ده عشان الشغل بتاعي. بدخل من اهو كده من الجنب كده في اي واحدة فيهم، ادي غرزة السلسلة بتاعتي كده اهيت، وهدخل واسحبها بالطريقة دي كده اهي، وعامل اربع سلاسل، واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة. كده انا عملت اربع سلاسل. كده اربع سلاسل هي بالشكل ده كده. بعد كده هلف على الابره لفتين وهنزل في الغرزه بتاعتي واعمل اربع عمود بلفه. ادي كده اول عمود بلفه بالطريقه دي كده بلفتين، عمود بلفتين ماشي. بعد كده هنعمل تاني عمود بلفتين، بنلف على الابره مرتين وبننزل في الغرزه بتاعتنا وبنسحب نطلع اتنين، بقى اتنين نطلع اتنين تانيين، بقى اتنين نسحب الاتنين مره واحده كده. هيبقى نسيبنا بس من السلاسل كده تاني عمود، ادي اول عمود تاني عمود تالت عمود، هلف في الابره وانزل في نفس الغرزه وابتدي ان انا اسحب. بعدين نعمل اتنين في اتنين، نسحب اتنين في اتنين في اتنين كده تالت عمود، كده رابع عمود بلفتين، بدخل بسحب اتنين في اتنين تانيين، اسحب اتنين باتنين في اتنين. خلاص خلصنا اربع عواميد بلفه، واحد اتنين تلاته اربعه، غير سلاسل الارتفاع. هنعمل اتنين سلسله كنت عملتهم. طب ماشي، ادي واحد ادي اتنين سلسله، وبنسيب قدامهم واحد اتنين من تحت، وفي رقم تلاته بنلف هنعمل عمود بلفتين وندخل كده فيه، ونبتدي نسحب اتنين في اتنين في اتنين، وبعدين نعمل اتنين سلسله واحد اتنين، وبعدين نعمل تسعة عمود بلفة في الغرزة دي، بنسيب اتنين ادي واحد وادي اتنين، وندخل في رقم تلاتة ونعمل فيهم تسعة عمود بلفة. ادي كده اول واحدة، ادي التانية، ادي التالتة. بص التسعة عمود بلفتين دول تسعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. بعد كده بنعمل اتنين سلاسل، واحد اتنين اتنين، وبعدين نعمل عمود بلفتين، بنسيب تحت واحد اتنين وفرزة رقم تلاتة ندخل فيها ونعمل عمود بلفتين، هيبقى بالشكل ده كده. وبعدين اتنين سلاسل، واحد اتنين، ونسيب اتنين من تحت واحد اتنين، وفي رقم تلاتة بنعمل تسعة عمود، تسعة عواميد بلفتين. يعني كده اول عمود ب
ولفتين نكررهم 9 مرات. اهو يعني هي الشكل ده بيتكرر تاني. هنكرر الواحدة دي معانا لحد ما نخلص سطر كله ونشوف هنكمل ازاي. بصوا اشتغلت اهو كده، ده في الاخر كده عشان بس نقفل مع بعضنا السطر. عملت 2 سلسلة، هعمل بلفتين، هعمل بلفتين، بسيب 1 2 وفي رقم 3 بدخل وبسحب. معلش الشغل صعب جدا تحت الكاميرا زي كده. ممكن نعمل عادي عمود بلف يا جماعه لو مش عارفين تعملوا عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة. لو نفتكر هنا كنا بادئين عاملين اللي هو سلسله سلاسل ارتفاع واربعه عمود بلفه، هنحط في نفس الغرزه ديت 4 تانيين عمود بلفه. انا هحط فيها 4 عمود بلفه وبعد كده هوريكم هنقفل الشغل ازاي. كده خلاص عملت الـ4 عواميد بلفتين، وباجي في رقم 4 في السلاسل. احنا كنا عاديين هنا 4 سلاسل، في رقم 4 بدخل في رقم 4 واعمل فيها غرزة منزلقة. ده كده السطر الاولاني خلاص خلص بالشكل دوت. ده كده السطر الاولاني. هندخل على السطر التاني. تحت كنا عاملين 9 عواميد بلفتين، هنعمل بدلهم هيبقوا 7 عواميد بلفتين. اول حاجة هنطلع عدد سلاسل بتاعتنا 4، 1 2 3 4، كده 4 سلاسل. بنلف عمود بلفتين، بنلف لفتين على الإبرة وبننزل نعمل أول عمود لفتين. فوق العمود اللي تحتيه على طول، تاني عمود بلفتين فوق العمود اللي تحتيه على طول، بعد كده لفتين، تالت عمود بلفتين بالشكل ده، رابع عمود مش هنشتغل فيه. كده خلاص عملنا 3 عواميد بلفتين، بنعمل سلسلة وبعدين نعمل عمود بلفتين فوق العمود اللي موجود عندنا اللي ايه في السطر اللي قبليه كده. بعدين كده وبعدين نعمل سلسلة وبعدين نعمل عمود في لفتين بلفتين في نفس الغرزة بالظبط هنا كده ايه. وبعدين نعمل سلسلة تبقى بالشكل دوت. وبعدين نبتدي هنا بقى في الغرزة اللي بعديها نعمل عمود بلفتين. دول كانوا تحت 9، هنطلع في الصف اللي فوقيهم هيبقوا 7. بنسيب أول واحدة وندخل في التانية على طول. نعمل أول واحدة في العمود بلفتين كده، 1، تاني واحدة دي كده رقم 3، دي كده رقم 4، نحطها في الغرزة بتاعتها خلي بالنا واحنا بنشتغل كده، رقم 5، كده رقم 6، بس هنعدهم كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6، بعدها بقى رقم 7. كده 7. بعدين نعمل سلسلة وبعدين عمود بلفتين في الوحدة هنا فوق العمود اللي تحتيها، بعدين سلسلة وبعدين عمود بلفتين في نفس الغرزة بتاعت العمود اللي قبليها، وبعدين سلسلة وبعدين نعمل عمود بلفتين هنا. نشتغل بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها قبل كده. يعني دول كانوا الاول 9 في الصف دوت هيبقوا 7. هنشتغل التكرار الواحدة بتاعتنا ان احنا نعمل 7 عواميد فوق كل غرزة، فوق كل عمود عمود، وهنا هنعمل سلسلة وبعدين عمود بلفتين وبعدين سلسلة وعمود بلفتين في نفس الغرزة وبعدين سلسلة، ونكمل الشغل بتاعنا. خلاص الدور ونشوف. كده خلاص هو اشتغلت، وصلت لحد هنا عند البداية بتاعتنا. عملت سلسلة عمود بلفتين وبعدين سلسلة عمود بلفتين وبعدين سلسلة. واجي عند الجزئية دي دلوقتي اللي هي كانت البداية بتاعتنا، كنا احنا عاملين السلاسل بتاعتنا وعملنا 3 عواميد بلفتين. فدلوقتي هنعمل الناحية 3 عواميد زيه، بنلف على الإبرة كده لفتين، بنسيب أول واحد وندخل في التاني على طول. ادي كده
اول عمود بلفه بلفتين اهي، ده تاني عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين، هنقفل في غرزة رقم 4 وغرزة منزلقة كده. هنطلع اربع سلاسل، 1 2 3 4، وبدل ما كانوا 3 هنعمل 2 عمود بلفتين. ادي اول عمود بلفتين، ادي التاني عمود بلفتين، بعد كده هنعمل سلسلة ونعمل عمود بلفتين، هنحطهم في النص هنا، في النص بين العمودين دول، العمودين دول هنا كده، هتحط هنا في النص بينهم كده كده. اول واحدة عمود بلفتين، بعديها سلسلة ونعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة تاني، وبعدين سلسلة ونلف ونعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة تاني، يعني هنا هيبقوا 3، وبعد كده سلسلة. شايفين الشكل بعمل ازاي؟ هنرجع هنا، دول كانوا هنا 7، هنطلع بيهم ويبقوا 5. نلف على الإبرة عشان اعمل عمود بلفتين، بسيب اول غرزة وادخل في التانية على طول، اعمل اول عمود بلفتين كده رقم 1، والف على الإبرة مرتين كده 2، تاني عمود بسلستين، تالت عمود بلفتين، 4، خمسة، يبقى بالشكل ده كده. هبتدي اعمل سلسلة عمود بلفتين في النص هنا، في السلسلة اللي في النص بين الاتنين دول كده، في السلسلة بعمل اول عمود، وبعدين سلسلة، وفي نفس الفتحة الغرزة هعمل تاني عمود، بعديها سلسلة، وبعد كده تالت واحدة عمود بلفتين في نفس الغرزة، وبعد كده سلسلة. هيبقى عندي الشكل كده. هنا هنعمل 5 عواميد، بنسيب اول واحدة وندخل في التانية، نعد 5 عواميد بلفتين، دي كده اول عمود هنشتغلهم، ونسيب اخر واحدة هنا كده، هيطلعوا دول الخمسة، 1 2 3 4 5 كده، الخمسة اللي هنشتغل فيهم. هي تكرار الواحدة دي 5، وبعد كده نعمل اللي هي الجزئية اللي عملناها دلوقتي هنا بنفس الكلمة. هخلص السطر ونشوف كده. خلاص اهو وصلنا عند نهاية السطر عشان نقفله مع بعض. كنا احنا بادئين نفتكر بالسلسلة 4 سلاسل، 2 عمود بلفتين، هننهي بقى ب2 عمود بلفتين. خلاص عملنا هنا ديت زي نفس الشكل هنا، دول 3، انا ناقص لي كده واحدة سلسلة، بعدين هلف عمود بلفتين وانزل في الغرزة اللي في النص واطلع واعمل العمود بلفتين كده، وبعدين سلسلة. هجيب على الاول الشغل انا كنت بادئه عشان نقفله بقى، نعمل عمود بلفتين ونسيب اول واحدة وندخل في التانية، وبعدين العمود دي تاني عمود، نعمل 2 عمود بلفتين في كل غرزة هيت كده، كده تاني عمود بلفتين، وبعد كده في رقم 4 بقفل بغرزة منزلقة. كده خلاص خلصنا السطر دوت بالطريقة دي، وده شكل السطر بعد ما خلص بقى بالشكل دوت. هنعمل السطر اللي بعديه، بنطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، 4 سلاسل، وبعدين نعمل عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها، فوق العمود اللي تحتيه،
وبعد كده بقى هنعمل مش هنعمل تاني عمود تاني، يبقى هو الارتفاع بتاعنا 4 سلاسل وبعدين عمود بلفتين، وبعدين نعمل سلسلة وبعدين نعمل عمود بلفتين وندخل في النص هنا بين، بصوا هما هنا 3، هندخل في النص هنا بين ديت بين الجزئين دول اللي هما الاتنين دول كده، السلسلة كانت في النص هندخل فيها وهنعمل فيها عمود بلفتين. سلسلة ونلف وفي نفس الغرزة عمود بلفتين تانيين كده اهيت، وبعدين سلسلة وبعدين عمود بلفتين في الايه في الغرزة اللي في النص بين العمودين دول اهيت كده الطريقة ديت، وبعديها سلسلة وبعديها عمود بلفتين في نفس الغرزة بنزل واشتغله، وبعد كده سلسلة، وبعد كده هروح الناحية دي. هنا كنا عاملينهم 5 في الدور دوت، هيعمل هنعملهم 3. بنسيب اول غرزة وندخل في التانية على طول، نعمل اول عمود بلفتين كده، تاني عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها كده، تالت عمود بلفتين. بصوا ده الشكل هيطلع لنا، هنكمل بنفس الطريقة دي. دي واحدة بقى اللي هي هتكررها، ان احنا بنعمل سلسلة عمود بلفتين في النص بين العمودين دول في السلسلة اللي في النص بينهم كده، نطلع نعمل عمود ايه بلفتين، بعدين سلسلة عمود بلفتين في نفس الغرزة، وبعديها سلسلة عمود بلفتين في النص بين العمودين دول، بعد كده سلسلة وبعدين عمود بلفتين في نفس الغرزة. وبعد كده سلسلة، دول كانوا تحت 5، هيبقوا المرة دي 3 عمود بلفتين. بنسيب أول غرزة وندخل في التانية، أدي واحد أول عمود، أدي كده تاني عمود، كده تالت عمود بلفتين. يبقى هي تكرار الوحدة بتاعتنا، هنعمل 3 عواميد بلفتين، سلسلة عمود بلفتين في النص بين العمودين دول ماشي، وبعدين سلسلة وفي نفس الغرزة في نفس السلسلة في نفس الغرزة ديت بنعمل تاني عمود، وبعد كده سلسلة وبعدين عمود بلفتين في الغرزة الموجودة في النص بين الاتنين دول، وبعد كده سلسلة وبعدين عمود بلفتين وبعدين سلسلة، وهنا بنعمل 3 بدل ما كانوا 5 قوم 3، هطلع بالشكل دوت. هكمل كده، خلاص وصلنا اهو عند النقطة البداية اللي كنا عندها، ندخل بالابره كده. احنا كنا متفقين طالعين اللي هي عدد السلاسل بتاعتنا 4، وبعدين عمود بلفتين، هنعمل تاني هنا عمود بلفتين، نسيب اول غرزة وندخل في التانية، وبعدين بندخل في رقم 4 في السلاسل، وبعد كده بنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعد ال4 سلاسل بنعمل كمان سلسلة، وبعد كده بنروح جايين هنا اهوت في الاتنين دول كده، بنعمل اول عمود بلفتين، بنعمل عمود بلفتين او كده هنا كده عمود بلفتين، وبعدين سلسلة وبعدين عمود بلفتين، وبعد كده سلسلة، نروح جايين هنا في النص بين الاتنين دول كده، نعمل عمود بلفتين في الغرزة بتاعت السلسلة اللي في النص هنا، وبعد كده سلسلة، بعدين نفس الغرزة ننزل عمود بلفتين، وبعد كده سلسلة، وبين الاتنين دول في السلسلة اللي في النص بنعمل عمود عمود بلفتين، وبننزل في السلسلة بتاعتنا اللي بينهم هما الاتنين، ونعمل عمود بلفتين اللي هو عمود بلفتين، وبعد كده سلسلة وبعدين عمود بلفتين في نفس الغرزة. بصوا يبقى عندنا كام واحدة، 1 2 3 4 5 6، 6 عواميد بين كل عمود وعمود سلسلة، وبعدين سلسلة
هنلاقي هنا بقوا تلاتة، هنعمل فيهم واحد عمود بلفتين في النص، خلي بالنا عشان دي الواحدة اللي هنكررها. وبعد كده سلسلة، وبعدين بنلف، بنيجي في السلسلة اللي في النص هنا بين الاتنين دول، الاتنين دول كده في سلسلة في النص، ندخل فيها نعمل عمود بلفتين، وبعد كده سلسلة، وفي نفس الغرزة ندخل ننزل نعمل العمود التاني بلفتين، وبعد كده سلسلة، بعد كده سلسلة، وبعدين نعمل عمود بلفتين هنا في الغرزة اللي بين الاتنين دول اللي في النص، السلسلة اللي في النص، نعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود بلفتين، كده، وبعدين سلسلة، ونعمل عمود بلفتين بين العمودين دول في سلسلة، بنزل في السلسلة ديت وأعمل فيها عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، عمود بلفتين كده، وبعدين سلسلة، وعند التلاتة دول في النص بعمل عمود بلفتين اهوت، تكرار الوحدة دي لحد ما اخلص نهاية السطر، هيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هكرر الوحدة ونشوف. اه كده خلاص خلصت، وصلنا عند نهاية السطر. كنا عاملين السلاسل بتاعتنا بنيجي فيها كده ونطلع في الاربع سلاسل، ومنساش ان كان في سلسلة عند دول كانوا خمسة، في رقم اربعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، بدخل واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وبعدين نعمل واحد اتنين اتنين سلسلة. خلاص عملنا اتنين سلسلة، بعدين بنلف نعمل عمود بلفتين، وبندخل في اول اتنين يقابلونا في السلسلة اللي في النص بغرزة العمود بلفتين اهيت، واحد اتنين تلاتة، وبعدين نعمل تلات اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعدين ننزل بغرزة منزلقة اللي هي غرزة الريكو ديت، وبعدين سلسلة، وبعدين نعمل عمود بلفتين، وبين العمودين دول في غرزة سلسلة بعمل عمود بلفتين، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفلهم الاتنين مع بعض بغرزة الريكو كده اللي هي غرزة منزلقة عشان تديني شكل الريكو، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود بلفتين بين العمودين دول، بأدخل واعمل عمود بلفتين كده، وبعدين واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة، واقفلها بغرزة منزلقة، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود بلفتين بين العمودين دول في سلسلة ادخل فيها، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، وهي واحد اتنين تلاتة سلاسل، وبعدين اربعة بنزل فيهم هما الاتنين كده واقفلها بغرزة منزلقة، وبعدين سلسلة، بعدين عمود بلفتين بين العمودين، بنزل اعمل العمود بلفتين واطلع واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع سلاسل انزل اقفلهم هنا كده بمنزلقة بالشكل ده، وبعديها سلسلة التانية، هعمل اتنين سلسلة، وهنزل في اللي عليها الدور دي بغرزة منزلقة في العمود اللي هو لوحده دوت اللي هو بتاع الشكل ده كده، وغرزة منزلقة هنا كان في عمل لي كام عمود، بصوا عمل لي بالظبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى خمس عواميد. ايه هنكمل، خلي بالنا من واحدة دي لان دي اللي هنكررها. خلاص هنا نزلنا في منزلقة في الرقم العمود اللي هو في العمود ده، يعني في اي عمود هيقابلنا هنا كده لوحده في الشكل ده كده هننزل بمنزلقة، هنطلع اتنين سلسلة، واحد اتنين ماشي، وبعديها هنلف عمود بلفتين، هننزل بين العمودين بغرزة العمود بلفتين هنا كده اربع سلاسل، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة، هنقفلها بغرزة منزلقة، بعديها هنعمل سلسلة، وبعديها عمود بلفتين بين العمودين دول، بننزل نعمل عمود بلفتين وبعدين واحد اتنين تلاتة
اربعه، بعدين ننزل بغرزه منزلقه، بعدين سلسله، بعدين عمود بلفتين بين العمودين دول كده في السلسله اللي في النص، بعدين واحد اتنين تلاته اربعه، بعدين ننزل بغرزه منزلقه سلسله، بعدين نعمل عمود بلفتين بين العمودين دول هنا كده، يتعمل عمود بلفتين اهوت، واحد اتنين تلاته اربعه، ننزل نقفلها بغرزه منزلقه، بعدين سلسله، بعدين نعمل عمود بلفتين بين العمودين دول بالشكل ده كده، اربع سلاسل، اتنين تلاته اربعه، نقفل بمنزلقه، وبعدين اتنين سلاسل، واحد اتنين، هيقابلنا اللي هو العمود لوحده دوت، بنزل فيه بغرزه منزلقه. يبقى انا هعمل التكرار للشكل دوت، يبقى انا الشكل اللي انا بعمله ده اللي هو الشكل دوت هعمله تكرار في كل الوحدات لحد ما اخلص السطر، ويبقى كده نشوف هنعمل ايه. كده الشنطة خلاص خلصت، انا اخر ما خلصت السطر الاخير دوت، اخر غرزة فيها عملتها غرزة منزلقة عشان اقفل السطر الاخير بتاع ده، بس بقت بالشكل ده كده. وبطنتها من جوه، ركبت الاساس ده، وعملت لها بوك صغير كده يبقى ماشي معاها نفس الستايل بالظبط. اتمنى تعجبكم وتنفذوها وشرح يعجبكم. شكرا.